اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعجيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الذي نهانا عن اتباع الهوى
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعلنا بها ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمني ورحمكم الله, marilah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya orang-orang yang bertakwalah yang memperoleh kejayaan dan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu ayatan law annan nasa kulhum akhadhu biha laqaffathum wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Indonesia. Sesungguhnya aku mengetahui satu ayat yang kalau semua manusia mengerjakannya niscaya memadailah bagi mereka, yaitu barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah adakan baginya tempat keluar dari kesusahan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Orang yang bertakwa dalam keadaan bagaimanapun tetap ia mendapat kebaikan yang tidak didapati orang lain, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'mini inna amruhu kana khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra syakara faqad khallahu wa in asabathu dharra sabara faqala khairan lahu. Ta'ajjub perkara orang yang beriman bahwa sesungguhnya adalah baik baginya dan tidak didapati yang demikian itu bagi orang seorang lain pun melainkan orang yang beriman saja. Jika ia dapat kesenangan ia bersyukur, maka adalah baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan atau musibah ia bersabar, maka adalah baik baginya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang bersabar dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujibas sa'inin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وجد وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي له الملك الحق وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له العلي الكبير. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين مدسمين إلى يوم المصير. أما بعد فيا أيها العباد أيها العاذلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمغرب والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعلمهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم يهديكم ولذكر الله أكبر.